بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه القرع العسلي. اهلا وسهلا بحضراتكم. والزرع اللي قدامكم ده هو 28 يوم. بسم الله ما شاء الله. الزرع اللي قدام حضراتكم ده هو 28 يوم. 28 يوم فيه عناية كويسة جدا. واوعى تفتكر ان القرع العسلي يعني اي نعم هو زرعة بسيطة وسهلة جدا، لكن ما تنساش انك تسمد كويس وتكافح الحشرات كويس. اللي يتعب القرع العسلي اولا انتاجيته عالية، واحنا عارفين اي كمية ثمار بتطلع من اي محصول بتبقى محتاجة تعويض. بمعنى ان انا مثلا عندي فدان طماطم انتج 20 طن، تمام، وفي فدان طماطم انتج 50 طن، تمام. العشرين طن دول خدوا تسميد، ماشي، ازاحوا من الارض تسميد وخدوا تسميد اكتر من 50 طن، لان كل طن اساسا بيطلع من الارض بيشيل عناصر من التربة اللي بتاعتك، سواء العناصر ده هي كانت اضافات ارضية انت عندك او اضافات اسمدة ورقية او ضايف سماد عضوي في البداية بتاعتك أو سماد أساس. كل ده بيبقى نتاج إن النبات اللي عندك ده هو تبتدى يمص أو يعمل إزاحة الكمية من العناصر الموجودة في التربة، تمام. فعشان كده القرع العسلي إنتاجيته عالية، تمام. الإنتاجية العالية دي أكيد بتاخد كمية كبيرة من العناصر في التربة، والمفروض النبات قبل حتى ما يبدأ تزهير يبقى فيه مستوى جيد من العناصر الغذائية، تمام، تباعا لكل مرحلة علشان أموره تبقى طيبة، تمام. هتزرع ومن غير ما تسمد كويس، أوكي، ما عندكش أي مشكلة خالص، لكن الإنتاج عندك هيكون ضعيف. وحتى لو كان في عدد ثمار أنا أبشرك من دلوقتي إن العدد الثمار اللي عندك مش هيكون هيكون كتير، ما عندوش مشكلة إن هو يديك ثمار، ولكن الأوزان بتاعتها هتكون قليلة، هينعكس ده على المحصول إن هو هيكون قليل بالنسبة لك، تمام. الإنتاجية تعبانة بقى انت بتخسر وخلاص، تمام. طيب ده بالنسبة للتسميد. التسميد معظمه ايه؟ الناس هتقول لك يوريا يوريا يوريا. يوريا بتشرخ على فكرة، يعني ابدأ في المرحلة الاولى، ال 15 يوم الاولى او ال 20 يوم الاولى عندك، ماشي يا سيدي ادي يوريا، بس برضو ما تديش بكميات كبيرة، تمام. لكن عليك انك تبدأ بمتعادل، والمتعادل بتاعك يكون محترم، لان معظم المتعادل النهاردة بيكون فيه يوريا، ودي مشكلة، تمام، اللي هو التمنتشرات والعشرينات والتسعتشرات بيكون فيه يوريا او سلفات نشادر، تمام، او سلفات نشادر، تمام، بيبقوا حاطينه فيه وخلطينه بيه، فتاخد بالك من القصة دي كويس، تمام. وصلنا للمستوى ده هوت، احنا ما استخدمناش غير المتعادل وحمض الفسفوريك، تقريبا خد جرعتين بمعدل 3 كيلو للفدان، جرعتين حمض فسفوريك، خد جرعتين مغنيسيوم بمعدل برضو 3 كيلو للفدان، اخذ يوريا بمعدل 20 كيلو للفدان لحد دلوقتي، وخلصنا يوريا على كده مش هنضيف. طبعا خد دفعتين متعادل 18 18 من بتاع يارا عشان توصل للمنظر، خد بالك يعني، ايوه، والذره زي الفل وتمام التمام، دي تاخد بالك منها، تمام. وان شاء الله الفتره اللي جايه هندي للفدان 25 كيلو بوتاسيوم و25 كيلو، طبعا بوتاسيوم نترات، 25 كيلو كالسيوم. طبعا لما بتحط البوتاسيوم والكالسيوم في الفتره اللي جايه دهيه، تمام، والله هيكون عندك يعني الثمار نفسها هيكون الجوده بتاعتها عاليه جدا 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 جدا، تمام، يعني هتكون حاجه ولا اروع، تمام. فما تكسلش وتقول القرع بعدي باي حاجه، بعدي باي حاجه، لكن الجوده برضو بتفرق معاك في الاسعار وبتفرق معاك في الانتاجيه. طيب اهم حاجه بقى في الفتره اللي جايه دي ايه؟ ان انا ادي طبعا الفتره اللي فاتت بالنسبه للمكافحه ادينا مرتين مبيدات زي الافسكت، كنت بخلطه مع الديسيز مرتين ورا بعض، دي رشناها علشان خاطر الذباب البيضة، بنكمل لكمان رشتين افسكت مع ديسيز علشان وحاجة ممكن ندخل كمان الاستنبرايد مع الديسيز برضو تاني، بحيث ان انا الذبابة بتاعت القرعيات ما تعمل ليش مشاكل وتدمر لي الدنيا، خصوصا على حواف الارض، خصوصا على ايه؟ على حواف الارض بتاعتي، تمام؟ الفترة اللي جاية برضو ما ننساش ان احنا
عندنا الجو الرطوبة عالية اليومين دول، فعشان ما تأثرليش على الثمار أو تحرق لي الأوراق اللي تحته، لو اتحرقت الورقة للأسف الشديد الموضوع مش هيبقى كويس. فلازم عشان أموري تبقى طيبة لازم أرشيلي رشة فطري في الفترة اللي جاية دهية. تمام. بعد كده طبعا مفيش أي حاجة تتعمل غير إنك تدي مستويات مية كويس، وليكن مرتين ري في اليوم، ما عندناش أي مشكلة خالص. في كثافة النباتية هتكلم عليها في فيديو تاني بس عشان ما اطولش عليكم. كثافة النباتية عندي انا زارع بكذا كثافة السنة دي مجرب، يعني يمكن تلاقي الكثافة هنا ضيقة شوية، في كثافة هنا واسعة شوية. تمام. المسافات بين الخطوط متساوية تقريبا، لكن المسافة ما بين الحباية والحباية او النبات والنبات واحنا بنزرع كانت مختلفة شوية. في الاخر انا يهمني المحصول والجودة بتاعتي هتكون شكلها ايه. تمام. بس ده اللي حابين نقوله في الفيديو ده هوت، وبفرجك على الأرق 28 يوم ان شاء الله نوصل ال40 يوم ونتفرج برضه هيكون الظروف معنا ايه. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.